السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب وصبايا الصف التاسع. اليوم بإذن الله رح نبلش بدرس جيب تمام الزاوية الحادة. جيب تمام الزاوية الحادة، كنا انهينا بالدرس الماضي جيب الزاوية الحادة. البفرق هذا الدرس عن هذاك الدرس انه جيب تمام هو نفسه الجتا، فهناك كان اسمه جيب الزاوية الحادة، هون صار اسمه جيب تمام الزاوية الحادة. تمام، كل شيء تعلمناه بالدرس الماضي رح نطبقه بهذا الدرس باختلاف شغلة واحدة، انه الجيب قانونه المقابل على الوتر، لكن الجتا اللي هو جيب التمام قانونه المجاور على الوتر. لاحظ الرسمة، المثلث قائم الزاوية كتير بيشبه او نفسه المثلث اللي درسناه بالفيديو السابق بالدرس السابق. اتفقنا النسب المثلثية الجيب والجتا والظل، هدول الثلاثة ما بينطبقوا إلا على مثلث قائم الزاوية، طبعاً وأتباعهم رح تاخدهم لقدام، الظطا والقطا والقاطع. هدول النسب المثلثية كلهم ما بقدر أدرسهم إلا على مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية فقط. مثلث قائم الزاوية فيه زاوية اتفقنا قائمة 90 درجة، والزاويتين اللي بضلوا مجموعهم 90. ها ألف مع جيم، قياس ألف زائد قياس جيم شو بساوي؟ 90، لأنه هدول التنتين مع بعض 90، وهي لحالها 90، بصيروا كليتهم مع بعض بساوي 180 درجة. تمام؟ هلأ جيب التمام اللي هو نفسه الجتا، إذا بختصر كلمة جيب التمام بكلمة جتا. جتا هون بكتب مين؟ هون بحط الزاوية. حلو؟ جت الجارة على الجارة، و الناس ما بتقابل اللي جيبها فاضي. هدول المثلين بدي اياك تحفظهم علشان ما تخربط بين الجيب والجتا، شو قوانينهم. اذا الجتا قانونه بيحكي المجاور على الوتر. طب كيف ما اخربط بينه وبين الجيب؟ الجتا شو؟ جت الجارة على الجارة، الجيران اجوا، فالجتا مع الجيران، اذا جتا مجاور على وتر. الناس ما بتقابل اللي جيبها فاضي، فالجيب مقابل، إذا المقابل بيكون مربوط مع مين؟ مع الجيب، وبالحالتين التنتين بقسم على مين؟ بقسم على الوتر. اتفقنا الزاوية 90 تقابل الوتر، إذا هذا ضلع شو اسمه؟ هذا ضلع اسمه الوتر شباب. هلا الزاوية ألف، بدنا ندرس الزاوية ألف، ما هو الضلع المقابل للزاوية ألف؟ هذا ضلع شو اسمه؟ هذا ضلع مقابل للزاوية ألف. هذا الضلع شو اسمه؟ وتر، ما بتغيرش، الوتر اسمه ثابت ما بتغير، فإذا هذا اسمه وتر. هذا اسمه مقابل لألف، هاد شو اسمه؟ هذا اسمه مجاور لألف. إذا هذا الضلع مجاور لألف، زمان كنا ندرسه شو؟ إنه هذا مقابل لجيم، زمان هذا الضلع كان مقابل لجيم، فأنا بقدر أكتب عليه مجاور لألف وبقدر أكتب عليه مقابل للزاوية جيم. إذا الزاوية ألف بيناتهم ضلعين، هذا الضلع ما بقدر أجيب سبته لأنه اسمه وتر، خلص ما بقدر أغير اسمه. هذا الضلع شو اسمه؟ اسمه له اسمين، بالعلاقته مع ألف اسمه مجاور، علاقته مع جيم اسمه مقابل. نفس الشيء هون، طلع علي هاي جيم، الضلعين اللي معاها هدول الضلعين، هدول الضلعين، هذا اسمه وتر مع جيم، وهذا شو اسمه؟ جنبها لجيم، جارها، فجار الزاوية جيم شو بسميه؟ مجاور الزاوية جيم. فيديو سابق كنا ندرس انه هذا عبارة عن شو علاقته مع ألف؟ هذا مع ألف عبارة عن مقابل، إذا هذا بقدر أسميه مجاور لجيم ومقابل لألف. في درس الرابع، هذا الدرس الثاني، الدرس الرابع بيحكي عن العلاقة بين النسب المثلثية. هلا رح أعطيك أول علاقة أنت لحالك رح تستنتجها من اللي أنا كتبته هون. أركز لك أول شيء، جيب تمام للمرة الثانية يقصد بجيب التمام الجتا، والجتا هو ابن عم الجيب، لكن الجيب بقسم المقابل على الوتر، هل أنت بقسم المجاور على الوتر من جت الزاوية، جت الجارة على الجارة. تمام؟ كيف بدي اعمل لك علاقه؟ حكيت لك معلومتين كتير مهمات في الفيديو هذا وحكيناها في الفيديو السابق. ب لحالها 90، الف وجيم مع بعض، مع بعض مجموعهم شو بيكون؟ 90. اذا قياس الزاويه الف زائد قياس الزاويه جيم خاوه 90. حلو. الضلع اللي بيكون مقابل لالف بيكون مجاور لجيم. المقابل ربطناه بالجيب والمجاور ربطناه في الجتا، فمقابل ألف يعني جيب ألف هو نفسه مجاور جيم يعني جتا جيم، لأنه أنت بالحالتين عم تقسم على الوتر، فيعني أنت على الحالتين حتقسم على إشي متساوي سيبك منه. فيعني مقابل ألف يعني شو معناها؟ جيب ألف هو نفسه جتا جيم،
إذا جاب ألف ونفسه جتا جيم، هو نفس الشيء، جتا الألف ما هو مجاور ألف، يعني جتا الألف، لأنه إحنا بنقسم على الوتر هون وعلى الوتر هون، خلص سيبك منه. والمقابل هون اللي هو شو؟ جاب جيم هو نفسه جتا ألف، خاوة بتساوي. هل هذا بالمطلق؟ طب إذا غيرت لك الأسماء بيفرق الحل؟ ما بيفرق. شو العلاقة بين جيم وألف؟ مجموعهم 90، إذا الزوايا اللي مجموعهم التنتين 90، جاب الأولى وجت الثانية، إذا نحن هيك خشينا على الدرس الرابع اللي هو العلاقة بين النسب المثلثية. كمان مرة، مجاور جيم، ضلع مجاور لجيم، هو نفسه هذا الضلع بكون مقابل لألف بكون مجاور لجيم. بما إنهم التنين رح أقسمهم على الوتر نفسه، يعني على نسبة ثابتة، رقم ثابت، سيبك من الوتر هالآتي، هذا الضلع نفسه مجاور جيم، وهذا الضلع نفسه مقابل ألف، المقابل اسمه جيب والمجاور اسمه جتا، فجتا جيم هو نفسه مقابل ألف، إذا جتا جيم يساوي جيب ألف، والعكس جتا ألف ونفسه جيب جيم. شو العلاقة بين جيم وألف؟ زاويتين جيم وألف اللي جتاها بتساوي جيب الثانية، شو العلاقة بيناتهم؟ إنه جيم لما تجمعها قياس الزاوية، جيم لما تجمعها مع قياس الزاوية ألف بيعطيك 90. إذا هدول التنتين لما بيكون مجموعهم 90، أي زاويتين مجموعهم 90، بكون جاب الأولى هو نفسه جتا الثانية. إذا فهمت هاي علي، فهمتوها صبايا علي، فهمتوها شباب علي، وقف الفيديو واكتبها. جتا الأولى هو نفسه جاب الثانية بالضبط، بس مين هم الأولى والثانية؟ هم أي زاويتين بالدنيا مجموعهم مع بعض 90، لأنه هاي لحالها شو قلنا؟ 90، وقلنا إنه هاي جابها. تمام، حلو شباب. هلا طبعا قلنا جاب با من الحصة الماضية، جاب با شو بيساوي؟ المقابل على الوتر. طب ما هو مقابلها وتر، فوتر على وتر واحد، فأنت بتحفظها كتير، بتخوض فيها بالعاشر وبالثانوي علمي بإذن الله، إنه جاب 90 واحد. تمام، وكمان كتير بتاخد في العلمي هاي المعلومة القوية اللي هي شو بتقول؟ جت الزاوية الأولى هو نفسه جاب الزاوية الثانية، بشرط إنه الزاوية الأولى والثانية اللي أنت بتحكي عنهم مجموعهم 90. إذا بدك أكتب لك إياها بطريقة رياضية كتير قوية أكبر من صفك الآتي، بس أنت هلا بتقدر تحلها، إنه جيب الزاوية سين، سين ما هي مجهولة، هو نفسه جتا مين؟ صاد، بحيث إنه سين وصاد مجموعهم 90. بدك أكتب لك إياها بطريقة تانية، هو نفسه جتا 90 ناقص سين. هاي أقوى معلومة لليوم وللوحدة هاي كلها، وطبعا رح ارجع اعيد لك اياها اكثر من مره، بس حلو تكون فاهمه من هلا. جاب السين هو نفسه جتا الزاويه ال 90 ناقص سين. ليش؟ لانه الزاويه 90 اذا قمت منها سين بضل منك مين؟ زاويه. هاي الزاويه نفترض اسمها صاد، في سين مع صاد مع بعض شو بصيروا؟ 90. فاذا والعكس صحيح، اذا حطيتهم جتا هاي شو بتصير؟ جيب. تمام يا امي، هاي اقوى معلومه رح ناخذها اليوم. اذا اذا بتلاحظ ان الجتا ما جبت سيرته كثير، ما حكيت عنه كثير، لانه نفس الجيب. هلا بدي اطلب منك ما هو جيب، ما هو جتا الزاوية ألف، بتقول لي هي عبارة عن المجاور على الوتر. طب مس اعطيني ارقام خليني افهم، لحتى اعطيك ارقام رح نفوت على تدريب واحد، ما تفتح على التدريب، انا انه نفس الرسمة هاي، رح اسقط بس المعلومات اللي في التدريب، او عفوا في مثال واحد، مثال 77 صفحة 77، 77 صفحة 77، نفس الرسمة اللي عندي إياها، بس رح أسقط المعلومات، إنه هذا الضلع طوله 3 سنتي وهذا الضلع طوله 4 سنتي. أوضح لك إياها، هذا الضلع طوله 3 سنتي وهذا الضلع شو طوله؟ 4 سنتي، وصار اسمه مثال 77 صفحة 77، 77 77، رقم مميز. يا كيف يا مس أحله؟ دائما جيب جتا معك مثلث فيه ضلعين بالطول الثالث، منهم بالطول الثالث وتر فيثاغورس. اذا هلا ما بتعرف مصيبه، بتكونش درس الدرس اللي قبل. تمام، اذا هلا اول اشي مهمتي اني اطول الوتر قديش طوله باستخدام نظريه الحجم فيثاغورس. هلا من تامن نحن بنعرف هذا المثلث مشهور اللي بيكون فيه ضلعين، واحد 4 وواحد 3، خاوة الوتر شو بيكون؟ 5. كيف طلعتيها؟ اعمل فيثاغورس، 4 تربيع 16، 3 تربيع 9، 16 مع 9 25، جذر ال 25 5. تمام يا امي،
فهاي خمسة. لو جيت أطلب منك يلا شوف كيف، هلا هاي البرهان هذا الإشي اللي برمناه هون رح يكون صح خاوة. بدي أسألك سؤال، سألتك قديش طول ألف جيم؟ خمسة. طيب إذا سألتك أنا سؤال قلت لك ما هو جتا الألف؟ جتا الألف المجاور، المجاور قديش طوله؟ ثلاث على الوتر خمسة. طب إذا طلبت منك جتا جيم المجاور قديش؟ المجاور أربعة. قديش الوتر؟ خمسة. طب عادي أطلب منك الدرس الماضي جيب ألف، واحد من الشباب بقول لك مس طلعي جيب ألف، جيب ألف نفسها جتا جيم. طب تعال نتأكد، جيب ألف اللي هو مقابل، مقابل لألف قديش؟ أربعة. الوتر خمسة، شايف كيف طوله نفس بعض؟ إذا جتا جيم نفسها جيب ألف، يا أما إحنا حفظناها واقتنعنا فيها وفهمناها، يا أما هيها من الحل. هلا الحل هي حلت لك إياها المرة، المرة التانية لا. خلص أنت عارف جيم وألف بما إنه مجموعهم 90، جيب الأولى جت التانية، وجت التانية جيب الأولى. طيب طلعي لي يا مس جيب الجيم زي الحصة الماضية، جيب الجيم المقابل على الوتر، مقابل ثلاثة والوتر خمسة، فبتصير ثلاثة على خمسة. إذا بتكتشف إنه طلع جت الألف ونفسه جيب الجيم، جت الألف ثلاثة على خمسة نفسها جيب مين؟ جيب الجيم. حلو؟ هاي أنت تمكنت معلومة جيب الزاوية الحادة وهيك صار تمام. هلا بدي أطير أنا وياك على التدريب اللي بعده. خلينا نشوف التدريب وأرسم لك إياه على ورقة علشان تحله صح. يلا. قلنا هلا بدنا نبلش بتدريب 7/4 صفحة 78. طبعا زي ما اتفقنا بتفهم مني، بتفهموا مني منيح منيح، بعدين بتنقل على دفترك وبتحل، تمام؟ يلا مثال 7/4 صفحة 78. طبعا عشان خطي مش عارف شو رسمت لك اياها الرسمة هون. بحكي تدريب 7/4 انه بدنا نوجد ما يلي: جيب عين وجتا عين وجتا الزاوية دال سين عين في الرسم المجاور. طبعا اتأكد لكم بكون رسمينها ولا لأ. هو راسم لك الرسمة، يعني بقول لك بالشكل 27 اللي هو هذا اللي عندنا اياه. اذا كان سين صاد يساوي سين عين ويساوي 17، سين صاد يساوي سين عين يساوي 17 زي الرسمة عندك اياها. سين صاد عين كلها 16. اجب عما يلي من الاسئلة. طيب تعال ندردش شوي. قلنا انه احنا ما بنقدر نعمل نسب مثلثية يا إمي إلا لا مثلث قائم الزاوية، تمام؟ بس لازم يكون المثلث عندك إياه قائم الزاوية. هو أعطاك مثلث متطابق ضلعين 17 ب17 وهي كلها أعطاك إياها 16، وطلب منك شغلات. هلا إحنا ما بنقدر إلا مثلث قائم الزاوية، بما إنه هدول متطابق ضلعين، بسقط من فوق عمود. إذا بسقط عمود على القطعة المستقيمة سين عين، بحيث أن تكون، حكينا كلمة عمود، تنصف الضلع، تنصف ال قطعة مستقيمة التحتانية وبتنصف الزوايا اللي فوق، فهاي الزاوية بتصير شو؟ تساوي هاي الزاوية. إذا هاي الزوايا بتصير متساويات، ليش؟ لأنه أنا أسقطت عمود من الزاوية سين، من الرأس زاوية سين، بحيث أن تنصف الزاوية سين لنصفين، هذا بينزل تحت عمود بكون قائم الزاوية لأنه عمود، وبنصف القطعة المستقيمة صاد عين، هو أعطاك إياها 16 بتصير 8 في 8، فصار عندك هذا المثلث 17 ب8، وصار عندك هذا المثلث 17 ب8. بتعرف انه هاي قائمة زي هاي شو؟ قائمة. ماشي؟ تعال نشوف شو بده. جيب الزاوية عين، ايه هذا عن الدرس الماضي، عادي ما بصير ندمج، هذا الدرس الثالث بنصير نجيب جيب وجتا والظل. فجيب الزاوية عين، جيب الزاوية عين، يلا الجيب يعني الناس ما بتقابل اللي جيبها فاضي، يعني يمس الجيب المقابل على الوتر. طيب هاي الزاوية عين، عم نتحدث عن هذا المثلث، بما انه انت قائم من هون فهذا حيكون برضو قائم من هون. الوتر اللي هو، اذا انا ما بعرف وكنت ببو لسه مش عارف الوتر، الوتر هو مقابل للزاوية القائمة، فهذا شو اسمه؟ هذا اسمه وتر. فالزاوية عين المقابل على الوتر، المقابل على الوتر، هي زاوية عين. شو جتا عين؟ المجاور على الوتر. اذا جتا عين اسهل من جيب عين، ليش؟ انا عندي اياها المجاور. اذا هو نفسه المجاور على الوتر. قديش المجاور؟ 8. قديش الوتر؟ 17. طب جيب عين ما بقدر طلع، بقدر اطلع بس لازم اطلع الضلع هاد كامل. هذا الضلع من وين بقدر اطوله؟ من نظرية فيثاغورس. اذا المقابل هذا الضلع من وين بجيبه؟ من نظرية فيثاغورس. فبنزل هون بقول الوتر تربيع بيساوي الضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني يما تربيع. الوتر اللي هو 17، ف17 تربيع تساوي الضلع الأول تربيع اللي هو 8 تربيع زاد الضلع الثاني تربيع مش عارف قديش. لا بقدرش اسميه سين لأنه عندك هون سين، سميه أي إشي. في عندي صاد سميه كاف تربيع.
يلا بدي اعمل 17 تربيع، 8 تربيع 64 زائد كف تربيع، قديش بيطلع معك؟ بتطلع كف تربيع تساوي ربع هاي وربع هاي ونقولها هون، هلا بس ربع بصير 64، نقولها عند ال 17 تربيع، بتطلع معك كف تربيع قد 17 تربيع اللي هي قلنا 289، تمام؟ إذا 17 تربيع بتطلع معك هاي، بتطلع معك 289، و 8 تربيع 64، فكف تربيع هي عبارة عن 289 ناقص ال 64، يعني 9 ناقص 4 5، 8 ناقص 2 و2 بتنزل، كف تربيع يا شباب بتساوي 225، من هو الإشي اللي بسأل 225 اللي هو مين؟ ال 15، إذا كف شو بتطلع معك؟ 15، إذا هاي شو بتطلع معك؟ 15، فصار الجيب اللي هو المقابل على الأخت الوتر، يعني 15 على 17، تمام؟ يلا صفون لي فيها هيك. هلا بدي الزاوية دال سين عين، وين الزاوية دال سين عين؟ اصفن معي فيها، وين الزاوية دال سين عين؟ وين؟ هاي دال، بدك الزاوية شو؟ دال سين عين، هاي النقطة اسمها دال من عندك من الرسمة، هاي شو اسمها دال؟ بينت عندك زي الألف، هاي النقطة دال، فدال سين عين يعني الزاوية هاي. دال سين عين هاي الزاوية، بدي جتاها، هاي الزاوية متصلة بضلعين، هذا الضلع اسمه وتر فبطل له دخل، هذا الضلع شو اسمه؟ اسمه مجاورها، فصار المجاور على الوتر، كم المجاور تبعها؟ 15، قديش الوتر؟ 17، إذا 15 على 17، مين اللي طلع معك بالسؤال 15 على 17؟ هاي 15 على 17 وهاي 15 على 17، بالتالي 15 على 17، إذا جيب عين نفسه جتا الزاوية هاي، لأنه أنت عندك هذا المثلث فيه كم زاوية؟ ثلاثة، القائمة طز سبك منها، بصير عندك هاي وهاي، جتا الزاوية هاي نفسه جيب هاي، وجيب الزاوية هاي نفسه جتا الزاوية هاي، تمام زي ما احنا اتفقنا عليها. هذا السؤال جدا بيشبه السؤال رقم 2، يعني أنت هلا مضطر تفتح معي كتابك صفحة 81 وتشوف لي السؤال رقم 2، تماما بيشبهه، بقول لك لام ميم نون مثلث متطابق ضلعين، قال لك قائم زاوية؟ لا، اوعك شباب ترسم مثلث قائم الزاوية إذا ما قال لك بالسؤال إنه قائم، إذا بالسؤال ما حكى لكش قائم تتفلسفش من عندك وتكتب إنه قائم. قال لك المثلث لام ميم نون مثلث متطابق الضلعين، فيه لام ميم بتساوي لام نون بتساوي 10، ميم نون بتساوي 16، كتير بيشبه السؤال هذا اللي حليناه، هي 16 برضه زيه. تمام؟ جت جاب ميم، جت نون، جت ميم، هاي الأجوبة النهائية. وهي الرسم تغشيش، هاي لام ميم نون، لام ميم نون مثلث متطابق الضلعين. فيه لام ميم يساوي لام نون ويساوي لام ميم 10، لام نون 10 زي ما هو قال لك. ميم نون 16، كل ميم نون 16 ما بقدر احله لانه هذا مثلث متطابق ضلعين، والمساله النسب المثلثيه كلها ما بطولها الا اذا كان مثلث قائم الزاويه. طب شو اعمل عشان اخلي قائم الزاويه؟ انت بتسقط من عندك عمود من راس الزاويه لتحت، بحيث ثلاث شروط، بده ينزل عمود، وبما انه عمود بده ينشا زاويه قائمه وينصف التحت الضلع التحت وينصف الزاويه اللي فوق، فهي الزاويه صارت بتشبه شو؟ هاي الزاويه، وهدول اتنصفوا 8 ب 8 اللي هو قال لي ايش؟ 16، فالعمود من اسقطه انا. هلا لما اطلب منك جيب ميم، ميم بالزاويه هون يعني صار عندي بهذا المثلث، هذا المثلث شو اسمه؟ الراس اسمه لام بس نصها للام مش لام كلها، لام ميم، هاي النقطة اللي نزلت بدك انت تسميها، سميها اي حرف مش موجود عندك، طبعا بدك تسميها واو، فهي بيصير عندك هذا الزاوية من هون مثلث. هلا لام اللي هي الرأس ما بتقدر تسميه لام لأنه لام عنها كلها، فأنت سمي هاي لحالها شو؟ مثلا إب باء، فهي هذا المثلث صار اسمه باء واو ميم، قائم في واو، بما أنه قائم يعني هذا اسمه الوتر اللي هو 10، وهي 8، قديش هذا الضلع من نظرية فيثاغورس؟ 6، هذا برضه مثلث مشهور، 8 ب 6 5، 3 ب 4 5، هاي شغلات مثلثات مشهورة. إذا هاي الجواب النهائي بيطلع معك وهي الرسمة. هيك بنكون انهينا السؤال الثاني. طير هلا على تدريب 5 7، روح على تدريب 5 7 صفحة 78، صفحة كام؟ صفحة 78، بحكي لك هذا التدريب ألف باجي مثلث قائم الزاوية في باء، شايف لما بقول لك قائم في باء
خلص بتعرف انه قائم، ما قالكاش كلمة قائم ما ترسموش قائم ابدا، بس احكي قائم ترسم قائم، لازم اقول لك هو قائم وين بالضبط، واذا ما قال لك معروف بقول لك الف با جيم اكيد بده يكون قائم بالزاوية اللي بالنص اللي هي مين با، هو بالعادة بحكي لك وين فيه الف با بيساوي الف با جيم، يعني هذا مثلث قائم الزاوية متطابق ضلعين، فيه الف با طول الف با بتساوي طول با جيم وتساوي سين، زي ما انا رسمت لك اياها هون. طالب مني عدة شغلات، تعال نشوف هذا المثال كثير قوي التدريب. رسمت مثلث قائم الزاوية في باء، قال لي ألف باء بتساوي باء جيم، إذا هو قائم الزاوية ومتطابق ضلعين، تعرف إن أنا بقدر أقلب المثلث زي هيك صح؟ بما إنه هدول الضلعين متساويين، يعني زوايا القاعدة لازم تكون خاوية متساوية، هلا أنت 90، شوف هذه الشغلة ملهاش دخل بالسؤال، بس كتير قوي تفهمها. لما بعطيك مثلث قائم الزاوية فيه ضلعين متساويين أكيد مش الوتر، لأنه الوتر أطول إشي، بما إنهم هدول التنتين متساويات زوايا القاعدة شو بكونوا متساويات، إذا لفيته هلا بدون ما تلفه خلص مبينة، ما ضلش عندك إلا زاويتين يمه، عندك 3 زوايا 1 2 3، هاي 90، هدول التنتين خاوة متساويتان، ليه؟ لأنهم بيساووا هدول الضلعين متساويين. بدي أبرهن لك إياها بثلاث طرق. الطريقة الأولى إنه أنت بتعرف إذا كان في ضلعين متساويين زوايا القائمة متساوية، هاي طريقة صف سادس، الطريقة البديهية طريقتنا، بما انه انتو التنتين متساويات يعني الزوايا هدول متساويات. طريقة الثامن برهان، الزاوية الكبرى تقابل الضلع الأكبر والزاوية الصغرى تساوي الضلع تقابل الضلع الأصغر، فبالتالي انت أكبر زاوية 90 بتقابلي أكبر زاوية، انت الزاوية بتقابلي سين، طب ما هاي الزاوية برضه بتقابل سين، يعني هدول التنتين شو بدهم يكونوا متساويات، إذا سميت هاي نون، نون مثلا تقابل سين، طب ما هي برضه سين، يعني هي خاوة شو بدها تكون؟ نون. هذا بالبرهان، هاي 3 طرق. إذا هدول الزوايا خاوة متساويتان، والفنان اللي هلا بيعرف متساويتان وشو بتساوي دغري. هدول الزاويتين، ولاحظ لغاية الآن إحنا ما بلشنا بالتدريب، بس هاي الشغلات لازم أنت تعرفها، هاي لو قلت لك إياهم. هدول الزاويتين بيساووا 45 بـ45، ليه؟ زوايا المثلث كلها 90. 180 هاي لحالها 90، هدول التنتين انشلينا واحنا نحكي التنتين مجموعهم 90، يعني الزاوية الأولى قياس الزاوية ألف خاوة بتساوي قياس الزاوية جيم، برهنا ليه. وأنا بعرف كمان معلومة بتقول إنه قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية جيم شو بتساوي؟ 90، لأنه المثلث كله 180، أنت لحالك 90، فهدول التنتين مجموعهم 90، طب ما الأولى بتساوي الثانية، يعني إذا سميت هذه نون وسميت هذه خاوة نون، فالأولى بتساوي الثانية، يعني هاي نون زائد نون شو بتساوي؟ 90، يعني 2 نون بتساوي 90، بطيخة وبطيخة عتنين عتنين نون تساوي 45، هاي بطريقة اللي الفلسفة، هاي بطريقة فلسفة خلص مبينة، بما إنه أنت 90 هدول التنتين خاوة 90 متساويات، إيش في زاويتين مجموعهم مع بعض بيعطوني 90 متساويات؟ 45 و45. كل هاي الدردشة ولسه ما قرأناش السؤال شو بده، تمام؟ ليه؟ لأنه هدول متساويين فهدول متساويين. حلو هذا المثلث كتير أمور. تعال هون، طبعا إذا بتلاحظ أعطاك أطوال أضلاع مش أرقام، أعطاك إياهم مجاهيل سين بسين، المهم إنهم متساويين إن شاء الله مليون بمليون. أول طلب قايله قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية جيم، إيه هينا طلعناها، قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية جيم لسه إحنا طلعناها بتعمق، طلعنا كل وحدة قديش بالظبط. ألف زائد جيم معروفة 90، ألف مع جيم خاوة 90، لأنه أنت لحالك 90 وكلك 180، فأنت زائد أنت 90، لأ وبالعكس طلعنا إنه هاي لحالها 45 وهي لحالها 45، إنه 45 45 90، إذا ألف حطيناه بجيبتنا. بده ألف جيم، ألف جيم شو اسمه؟ يعني هو نفسه الوتر، والوتر تربيع هو عبارة عن الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع، صح؟ نظرية فيثاغورس، الضلع الأول تربيع شو اسمه؟ الوتر تربيع، صغرت خطي عشان يبين معك، هاي رح اوضح لك اياها بالتصوير. الضلع الاول اسمه سين تربيع زائد سين تربيع، سين تربيع مع سين تربيع بتصير 2 سين تربيع اللي هي مين؟ الوتر تربيع، فكرة حلنا زي مثال بالدرس الماضي. تحت الجذر، تحت الجذر، فالوتر طلع خربشنا، الوتر شو بيساوي؟ جذر التنين بتنزل، سين تربيع مع التربيع بتطير بتصفي سين، إذا الوتر شو اسمه؟ اسمه جذر التنين سين، خلص طلعناها تمام؟ خلص طلعتها، إذا جذر السين تربيع. طالب مني جتا الألف، جتا الألف المجاور
من المجاور هاد وعقد وتر، هذا المجاور. إذا المجاور اللي هو سين على الوتر، من هو الوتر؟ جذر السين، جذر التنين سين، آسف جذر التنين سين. إذا المجاور على الوتر، طب سين مع سين بتروح، شو بصير جتاها؟ أنا حاشرة حالي حشرة بنت حلال. طيب سين مع سين بتروح، شو بصير الجواب؟ واحد على جذر الاثنين. إذا جت الألف واحد على جذر الاثنين، جت الألف نفسه جاب جيم، دور لي وين مطلوب جاب جيم، هاي جاب جيم. إذا جت ألف نفسه جاب جيم، واحد على جذر الاثنين طيران. طيب كيف طلعتيها بسرعة؟ أبرهن لك إنه صح، جاب جيم اللي هو المقابل، هاي جيم المقابل على الوتر، يعني برضه سين على جذر التنين سين، سين مع سين بتروح، واحد على جذر التنين. طالب مني جاب ألف، جاب ألف نفسه جتا جيم، جاب ألف نفسه جتا جيم. قد ايه جتا جيم؟ أنا عاد بفكر هون برسم لك إياه. هاي زين رح حل لك إياها هون. عجقة عجقة معلش. تمام؟ بدنا نطلع، هلا ضل علينا نطلع جتا جيم. جتا جيم المجاور، وين المجاور تبعها؟ هيو سين، يعني سين على الوتر، شو الوتر؟ جذر التنين سين، سين مع سين راحت، بصير الجواب واحد على جذر التنين. جتا جيم نفسه جاب ألف، يعني برضه واحد على جذر التنين. على فكرة لما بيكونوا الضلعين متساويين فجيبوا جتا الزاويتين هدول نفسهم. إذا هالمرة إحنا دائما بنعرف إنه جاب ألف جتا جيم، جاب جيم جتا ألف. هالمرة كمان زبطت إنه جاب ألف نفسه جتا ألف، وجاب با نفسه جتا، جاب جيم نفسه جتا جيم. ليه؟ لأن الضلعين شو مالهم؟ متساويين. هلا إذا أنت فاهم مالكش دخل بالعجقة هاي، بتحل بعقيدك لحال، أنت لحالك بتحل، ماشي؟ إذا هون زبطت إنه جاب ألف وجتا ألف نفسها متساويات، وجاب جيم وجتا جيم نفسها متساويات، لأن الضلعين متساويين زي ما أنت شايف. نروح آخر فرع زين، بده جتا تربيع الألف زائد جتا تربيع التسعين ناقص ألف. أنت بتشوفها هيك صعبة، بس هاي أنا درستك إياها. شفناها هون، جتا السين هو نفسه جتا التسعين ناقص سين، لأنه تسعين سين قيمة منها تسعين، بعطيك الزاوية الثالثة الموجودة معك، الثانية الموجودة معك. طيب نعمل حلنا مو شايفين، سيبك التربيع، جتا مع جتا، حلو؟ سيبك من التربيع، لما بحكي لك جتا التسعين ناقص ألف، تسعين قيمة منها ألف، تسعين قيمة منها ألف، هي نفسها مين؟ نفسها جيم. إذا تسعين ناقص ألف، تسعين إم منها ألف هي نفسها جيم، وتسعين ناقص جيم هي نفسها ألف، ماشي؟ فإذا هاي نفس الزاوية مين؟ مش ألف، نفس الزاوية الثانية اللي عندك إياها اللي هي مين؟ جيم. أوكي شباب، جدا سهلة درستك إياها هون. جابها نفسه جتاها، لا مش جابوا جتا، إحنا عنا جتا جتا. تسعين ناقص سين اللي هي الزاوية مين؟ الزاوية هاي، هاي الزاوية تسعين سيبك منها، هلا بضل معك تسعين لهاي ولهاي. تسعين ناقص ألف يعني جيم، تسعين ناقص جيم يعني ألف. فإذا هون صار شو؟ هاي عبارة عن جتا تربيع، تربيع الألف زائد جتا التربيع، هاي شو صار اسمها؟ جيم، لأنه المثلث كله 180، با 90 أخذتها وراحت مشوار، بضل عندك 90 لألف ولجيم. إذا التسعين قمت منها ألف، شو بضل الباقي؟ بضل الباقي لجيم. يا جت التربيع الألف، قد جت الألف طلع معنا؟ كليتهم طلعوا معنا واحد على جذر التنين، كلها تربيع، زائد جت تربيع الجيم برضه واحد على جذر التنين، كلها تربيع، طلعناها فوق بتساوي واحد تربيع واحد، جذر التنين تربيع، التربيع بطير الجذر فبصير عندك اتنين، زائد واحد بنزل تربيع طير الجذر، شو بتنزل؟ اتنين، نص ليرة زائد نص ليرة ليرة. تمام؟ إذا جتا زائد جتا تربيع طلع معك شو؟ واحد. هاي برضو علاقة رح ناخدها لقدام، ورح ناخد إنه جت تربيع الزاوية زائد جتا تربيع نفس الزاوية بيساوي واحد، لكن هون جتا تربيع مع جتا تربيع بس الزاوية متممتها. قلنا شو يعني كلمة متممتها؟ يعني مجموعهم 90. هيك فكرة الدرس بإذن الله خلصت. هل يمكنك من تدريب 7-5 إيجاد جاب 45 جتا 45؟ طبعا طبعا بنقدر نجيبها، وأوجدناها، اتفقنا ان هدول الزوايا شو اسمهم؟ 45 في 45. فانت حافظ من الدرس الماضي، انا محفظتك من الدرس الماضي، جاب ال 30 شو بتساوي؟ جاب ال 30 نص، هي دردشة حلوة على فكرة. جاب ال 60 جذر الثلاثة على اثنين، هلا احنا ضفنا عليها ال 45. هلا انت بتعرف جاب ال 45 واحد على جذر الاثنين
وجتل 45 واحد على جذر 2. طب ليش كبير متساويات؟ لأنه إحنا قلنا جي بالزاوية الأولى هو نفسه جتا المتمم. إذا لو بدي أسمي لك هاي جي بأحمد هو نفسه جتا المتمم لأحمد. شو يعني المتمم؟ يعني 90 منها أحمد. إذا هون أنت بتقدر تعرف شغلة. طلع هدول عرفناهم حفظناهم ممنوع هلا تنساهم. جي بالتلاتين، جي بالتلاتين هو نفسه جتا مين؟ أصفن فيها. إحنا قلنا 90 ناقص أحمد، هون أحمد صار اسمها 30، 90 ناقص 30 60، إذا جي بالتلاتين هو نفسه جتا الستين، والعكس صحيح، جتا الستين هو نفسه جي بالتلاتين. فأنت من هون بتقدر تعرف إنه جي بالتلاتين نص، جتاها قديش؟ جتا التلاتين اللي هو جي بالستين جذر التلاتة على اتنين. من هاي العلاقة، على فكرة هاي العلاقة شباب بتمر عنها سريع بعاشر، بس بتتعمق فيها صاحب العلم بإذن الله تعالى. فأنت بديك تطلع منها صاروخ من هلأ بالتاسع، اطلع فيها صاروخ من هلأ. ليش؟ لأنه 30 مع 60 90، 30 مع 60 90، أنت جيبك نص، جيبك نص. جت الستين قديش أنا بعرفه؟ ما بعرفه، ما طلعته، بس أنت حافظ إنه لو طلبت منك جيب الستين هو نفسه جت الثلاثين. أنت حافظ جيب الستين، جيب الستين كام؟ جذر التلات على اتنين. يعني جت التلاتين جذر التلات على اتنين، جت الستين قديش؟ جذر التلاتة نص. ليش؟ لأنه جيب التلاتين نفسه جت الستين، يعني هاي خاوة رح تصير نص. جت الستين ما بعرفه، بس بعرف إنه جيب التلاتين نص، يعني أنت نص. نفس الشيء هون، جيب الستين جذر التلاتة على اتنين، يعني جت التلاتين جذر التلاتة على اتنين. هدول الجيب، الجيب علمتك إياهم من الدرس الماضي حفظناهم. فأنت صرت بتعرف هلا جميع المتطابقات هاي. إذا لو سألتك ما هو جتا الستين بتقولي مس هو نفسه جيب التلاتين، جيب التلاتين نص، يعني جتا الستين نص. لو سألتك ما هو جتا التلاتين بتقولي مس ما بعرف لسه ما طلعته، بس أنت حافظ إنه جتا التلاتين هي نفسها جيب الستين، جيب الستين جذر التلاتة على اتنين. إذا جتا التلاتين جذر التلاتة على اتنين. هدول التلات زوايا كتير مهمين. أحلى إشي المزدمين 45، 45 جيبها وجتاها واحد. وإذا بتلاحظ إنه إحنا هذا الإشي أثبتناه في أسئلة الدرس الماضي، أثبتناه في سؤال 5 صفحة 75 من أسئلة الدرس الماضي. هلأ الدرس هيك خلص، زي ما علمتك بالجيب الآلة الحاسبة بدي أعلمك هون بالجتا برضو مين؟ برضو الآلة الحاسبة. فضل علينا الآلة الحاسبة علمك عليها، وروح أسئلة الدرس اللي أوريدي إحنا خلصنا منه السؤال الثاني. طلع السؤال الأول، هاي أجوبته النهائية كتير مباشر، مرسوم مجهز بضل عليك الطول. هاي من وين بتطولهم؟ نظرية فيثاغورس. 12 ب13 هاي بتطلع 25، يعني 5، فبطلع ألف باء 5. هاي نقول الأجوبة، هيك بنكون خلصنا السؤال الأول والثاني كله تمام. ماشي شباب، هلا بلتقيك بالفيديو الجاي على أساس إني أعلمك كيف تستعمل الآلة الحاسبة للجتا ونخلص أسئلة الدرس. ويعطيكم ألف عافية يا رب.